الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان عشرة مساكين من
الأوساط ما تطعمون أهليكم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كفارة أيمانكم إذا حلفتم ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم
آياته آياته لعلكم لعلكم تشكرون تشكرون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله.